هذا ومن المرتقب أن يحضر رئيس مجلس الدولة الصيني لي كوتشيانغ اليوم الاثنين الاجتماع السادس لقادة الصين ودول وسط وشرق أوروبا في بودابست، والذي يتزامن عقده مع حلول الذكرى الخامسة لإطلاق آلية تعاون الصين ودول وسط وشرق أوروبا المعروفة باسم 16+1. وسيشهد هذا الاجتماع قيام رئيس مجلس الدولة الصينية بصياغة وتحديد طريق التعاون المستقبلي مع قادة دول وسط وشرق أوروبا، فضلا عن توقيع عدد من وثائق التعاون وعقد مؤتمر صحفي. كما سيحضر لي المنتدى الاقتصادي والتجاري السابع بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا، وسيعقد اجتماعات ثنائية مع قادة هذه الدول. وخلال زيارته للمجر سيجري لي كوتشيانغ محادثات مع رئيس وزرائها فيكتور أوربان، كما سيحضر مراسم توقيع عدد من وثائق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية، وسيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا. كما سيجتمع مع الزعماء السياسيين مثل الرئيس المجري يانوش أودير ورئيس البرلمان المجري لاسلو كوفير.